مساء الخير، انا حاد محمود من مواهب. اهلا بكم في فيديو جديد من محمد مع انزيشا، ويلا بينا. عن الحاجه اللي بدات تظهر لي او الحاجه اللي عجبتني من في البروجرام الفتره الاخيره، يمكن اكتر حاجه شدتني هو التنظيم واللي بيسموه كده اللي هو الايه، ترتيب المنظم للاحداث، اللي هو انا لقيت فعلا تنظيم فعلا يفيد اي رائد اعمال او اي شخص حابب يخش رياده الاعمال. في تسلسل منطقي للاحداث في البدايه من اول سيشنز خالص، التعريف الاول بايه هي انزيشا وايه هي ايه هو البروجرام وهي الزماله. بعد كده بقى دخلنا بقى في مود رياده الاعمال. الاول بدأنا نعرف يعني ايه رياده اعمال، ازاي تبقى رائد اعمال، رائد اعمال مجتمع بتحس على نجاح المجتمع. ثم بقى كده دخلنا بقى، يمكن اكتر حاجه عجبتني في التنظيم ده كله، الا هو ان هم بداوا يدينا خبرات ناس دخلت مجال رياده الاعمال، اللي هو بدل ما انت تقعد مش ناس، بدل ما تدخل بدل ما تخش رجليك بتكسر، اللي هو تخبط برجليك في تكسر باب كده الماركت وتنزل تجرب بنفسك وتفشل وتقع والكلام ده كله، لا احنا هنقول لك تجارب ناس شاركت، يقول لك ايه الحاجات اللي ساعدتهم، ايه المشاكل اللي قابلتهم، بحيث انك تقدر تتجنب المشاكل دي، وفي نفس الوقت تقدر ان انت تستفاد من الحاجات اللي هم استفادوا منها. فاعتقد ان التجربة حلوة جدا وهتساعد كتير، او هتساعدنا كلنا كرواد اعمال اننا نقدر اننا نكون في القادم ان شاء الله، اننا نقدر اننا يعني اي مشاكل تقابلنا يكون عندنا ليها دايما مرجع او ريفرنس نقدر من خلاله ان احنا نشوف اللي حصل، نشوف الناس اللي قبلنا دي اتصرفت ازاي، وفي نفس الوقت احنا نفسنا بعد كده ان شاء الله نقدر ان احنا نكون مرجع للناس اللي بعدنا، ان احنا نقدر نفيدهم من خبرتنا. فاعتقد دي حاجه حلوه جدا جدا ومن اجمل الحاجات اللي عجبتني في انزيشا. بس يعني دي حاجه حبيت اتكلم عنها في بخصوص الجزء دوت. كان معاكم محمد محمود من مواهب. سلام. مساء الخير، انا محمد محمود من مواهب. اهلا بكم في فيديو جديد من محمد مع انزيشا، ويلا بينا. في فيديو النهارده انا حابب اتكلم عن البيتشنج، عن اليوم او التجربه. اولا التجربه كانت جميله، خصوصا ان اول مره في حياتي اعمل بيتشنج في وجود مترجم، فيمكن التجربه كانت جميله، وكنت محتاج لازم دايما ان انا اكون متابع او ما اسبقش او ما اتكلمش بسرعه عشان ما اسبقش المترجم اللي معايا. وطبعا حابب اشكره جدا جدا في الفيديو اللي هو في الفيديو دوت على المجهود اللي عمله معايا في الفيديو، وانه كان متابع معايا من قبلها، وحقيقي انا بشكره جدا ووجه لي شكر على المجهود اللي عمله معايا. نتكلم بقى عن البيتشنج نفسه، ايه دنيته وايه يعني كان ايه الدنيا. الحقيقه الموضوع كان جميل جدا، يعني زي ما قلت ان تجربه جميله. انا كنت محضر البرزنتيشن وكنت جاهز من قبلها بيومين، كل يوم براجع او اكتر من يومين، يعني كنت كل يوم براجع او يومين يومين براجع البرزنتيشن، ازاي اتكلم، الحاجات اللي اركز عليها. يمكن بيتش ان كانت رائعه جدا، البرزنتيشن الالوان اللي اخترتها كانت معبره دايما عن معبره عن الفكره بتاعتي، وهي الفكره اللي ليها علاقه بالرياضه. حاولت اتارجت فيها في البرزنتيشن بخطه شديده، اتكلمت عن المشكله اللي انا بحلها، الحل بتاعي، العملاء بتاعتي، الفاليو بروبوزيشن، القيمه اللي بنقدمها لهم، الفاليو بروبوزيشن ككل، الحاجات اللي محتاجينها، الوظايف، المشاكل اللي بتقابلهم، الالام، المكاسب بتاعتنا في اول 3 سنين، ايه الاهداف اللي عايزين نحققها. يمكن البيتشنج كان موضح كميه الحاجات دي، ويمكن البيتشنج كان جميل. بخصوص لجنه التحكيم، فانا طبعا حابب اشكرهم واحد واحد، مستر جوش، وكلهم بصراحه كلهم كانوا رائعين، الاسئله بتاعتهم كانت حلوه. يمكن اقدر استفاد ايه مع انزيشا، قال لي السؤال ده عجبني جدا. حاجات كتير من ضمنها العلاقات، من ضمنها مثلا ان احنا نقدر نوصل لانفستمنت، ونقدر ان احنا نلاقي استثمار لينا في الستارت اب بتاعتنا، خصوصا ان احنا محتاجين استثمار في البدايه عشان ندفع الفكره بتاعتنا دفعه كبيره. بس ده كان فيديو بسيط عن البيتشنج، وان شاء الله استنوني في الفيديو الجاي. انا حمد محمود، سلام. مساء الخير، ايه الاخبار؟ انا حمد محمود من مواهب. اهلا بكم في فيديو جديد من محمد مع انديشا، ويلا بينا. في الفيديو ده حابب اتكلم بقى عن توقعاتي. النهارده كان اليوم الاخير ليا مع انزيشا. في الحقيقه يعني كان 8 ايام رائعين جدا، استفدت وخدت خبرات حلوه جدا، اتعرفت على ناس جديده، فرفشنا وهزرنا وضحكنا، و يعني تقريبا في الكام فيديو اللي فاتوا سجلت لكم تقريبا معظم الحاجات اللي عجبتني. عايز اتكلم النهارده عن توقعاتي بقى، انا بتوقع ايه الفتره الجايه، والحاجه اللي نفسي اعملها الفتره الجايه، او الحاجه اللي انا اتوقعها ان شاء الله الفتره الجايه. طبعا عرفت ان انزيشا هتوفر لي حد هيكون هيساعدني في اني ابدا انمي في المشروع بتاعي واتطور فيه، واعتقد ان دي فرصه حلوه جدا جدا ليا.
ان شاء الله هحاول استغلها على قدر الامكان. هدفي ان انا بعد كده بقى ان انا ابدا احقق ارقام باقل الامكانيات المتاحه معايا، بالامكانيات المتاحه معايا حاليا. هدفي ان انا ابدا احقق ارقام على الصعيد مثلا ان انا ازود عدد العملاء اللي عندي، مش بس الارباح، لا انا كمان عايز ازود عملاء، لان دي زياده عملاء مع ادارتها بشكل محترم وبشكل جيد هتعمل لي ارباح حتى لو اتاخرت الارباح. فهدفي ان انا اقدر اطور في مشروعي من ناحيه الارقام. فانا بقى هدفي ان انا ابدا اشتغل على الماركتنج اكتر، اطور مشروعي، اركز مع التيم بتاعي ان احنا ازاي نقدر نستغل الفتره بتاعت انزيشا، ان احنا نقدر نبدا فعلا البروجكت، نقدر ننقل البروجكت بتاعنا والستارت اب بتاعتنا لنقله تانية. فانا ان شاء الله ناوي اعمل كل ده، ويعني زي ما قلت لكم هدفي ان انا ابدا اشتغل ماركتنج، ازود عدد العملاء، كل دي اهداف لي ان شاء الله الفتره الجايه. فاتمنى ان انا احققها باذن الله. وبرضه اقرر ان انا سعيد جدا 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 ان انا كملت في البروجرام بتاع انزيشا. بس دي كانت خلاصه تجربتي في مع انزيشا في الاسبوع التعريفي. انا محمد محمود، شكرا لكم، سلام.